صرنا فترة طويلة عم نتمرن. نحن اللي مساقبنا انه بين الشمال والجنوب لانه المقسوم الفريق بهالطريقة، هي صعب اللقاءات بس الحمد لله عم نتخطاها، والتمرينات كتير كتير عم تكون جيدة وراضين الحمد لله عن الفريق. بدل ما يلعب فريق رح نلعب مع بعض ان شاء الله. رجع بالفريق عنا حماس كثير حلو، يعني حتى ندرب تعرفنا على ناس جديده، ما نتعرف على بعض اكثر واكثر ان شاء الله بالفريق. لا نحمس اكثر من هذيك السنه واكثر واكثر ان شاء الله.